السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معنا في فيديو جديد في القناة. ان شاء الله اليوم غناخذكم في جولة معايا في مومباي في الويكند، كيفاش كيدوز عندي السبت والحد، بالخصوص يوم السبت. فهنايا اول حاجة كنجيو لهاد الجردة اللي قريبة من عندنا للدار. كما كتشوفوا هنا الناس راه باقين كيلبسوا لي ماسك، باقي عندنا الماسك اجباري في مدينة مومباي وفي الهند باكملها، والناس اللي ما كيكونوش لابسين لي ماسك كيعطوهم غرامة ديال 200 روبية. هاد الجردة هادي كتطل على البحر، داكشي علاش كتعجبنا منها، يعني كنشوفوا المنظر زوين والهواء فريش، وكنديروا الفوتينغ في الصباح، يعني كيكون واحد الجو زوين في الويكند. هاد المنظر هذا ديال الفلوكات تيعجبني بزاف، عرفتي فيلم كنشوفو كنتفكر المغرب، كنتفكر واد ابي القراق، فاش كنا كنقطعو، عرفتي دائما كيجيب لي الذكرى بالمغرب. هنا البحر، يا سلام، معجينا في الصباح فباقي الصخر، باقي ما طلعش الماء. شوفوا هذا معري كان يمكن كيعوم. هنا باقي واحد الجو زوين، الناس كيهبطوا هنا في الصخر يبركوا يتمشاو. هنا صافي جانا الجوع، الكرش بدات كتعيط صافي قررنا اننا نمشيو لواحد المطعم هنايا، مطعم عربي. اول مره صراحه غادي نمشيو ليه، ما عمرنا مشينا ليه من قبل، حيت يلاه افتتحوه يلاه تحل هذا المطعم، مطعم عربي هنايا قريب لينا، فكنا نمشيو نكتشفو ونشوفو شنو فيه والماكله. فهذا هو الريستورانت. هنا الماكله اللي خدينا كانت عباره عن اكل عربي معظمه شامي. خدينا الحمص، هذه كانت سلطه فتوش. خدينا هنايا يعني مشاوي عربيه، والرز ومندي. خدينا الفرنش فرايز والخبز، يعني كان الاكل ما شاء الله الحمد لله كان زوين. وهنا انتقلنا للبيست بارت، اللحظه الزوينه بزاف هي ملي اكتشفت انه في المنيو عندهم كاتبين شاي مغربي، فقلت ضروري خاصني نجربو. كما كتشوفوا ها هو البريريد وهالكويسات، يعني الكويسات مغربيين، البريريد كذلك، غير هما يعني مزينينهم.
هذا هو الديسرت اللي خدينا، بقلاوه بتشيز كيك، كان زوينه بزاف. وهنا لقيت بان الشيف المكلف بهذا الريستورانت هو لبناني معروف ام بي سي 1، الا كنتو كتعرفوه كتبوها في الكومنت.